بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أبنائي طلاب مدارس دار الثقافة الأهلية الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نعرض الآن الدرس الخامس من الفصل العاشر، الأشكال المستوية، الأضلاع والرؤوس. الفكرة العامة للدرس أو ما يجب أن نتعلمه من هذا الدرس: أصف الشكل المستوي بحسب عدد أضلاعه ورؤوسه. لدي هنا أشكال مستوية. أولا، ما الشكل المستوي؟ الشكل المستوي هو الشكل الذي تستطيع أن ترسمه، وهو يتكون من أضلاع ومن رؤوس. هنا يجب أن نصف الشكل المستوي حسب عدد أضلاعه وعدد رؤوسه. نجد أن الشكل الأول هذا يسمى المثلث. سوف نقوم بعد الأضلاع لديه. هذا الشكل لديه 3 أضلاع و3 رؤوس. أولا الضلع، ما هو الضلع؟ الضلع هو القطعة المستقيمة أو الخط المرسوم، وعندما يلتقي ضلع مع آخر فإنه يلتقي في نقطة تسمى الرأس. نقوم بعد الأضلاع ونقوم بعد الرؤوس. الشكل الثاني وهو المربع، له 4 أضلاع و4 رؤوس. كما نلاحظ في الدائرة فإن ليس لها أضلاع وليس لها رؤوس. أبنائي الطلاب، ننتقل إلى جزء أتأكد. أكتب عدد الأضلاع وعدد الرؤوس. هذا الشكل رقم 1. أقوم بعد الأضلاع، نجدها 4 أضلاع وأيضا له 4 رؤوس، وهذا الشكل يسمى المربع. الشكل رقم 2، ما هذا الشكل يا شباب؟ هذا شكل يسمى مثلث. كم ضلع له؟ أحسنت، له 3 أضلاع وأيضا له 3 رؤوس. الشكل الآخر، أنظر إلى الشكل وأقوم بعد عدد الأضلاع لديه، نجد أنها له 6 أضلاع وأيضا له 6 رؤوس. الشكل الرابع المعروف لدينا جميعا، وهو شكل، نعم أحسنت، شكل الدائرة. الدائرة ليس لها ضلع وليس لها رأس، إذن يكون 0 ضلع و0 رأس. السؤال الخامس، أتحدث، أشرح وجه التشابه والاختلاف بين الشكل السداسي والمربع. أقوم بالنظر للشكل رقم 3 وهو شكل سداسي. ما صفاته؟ له 6 أضلاع وله 6 رؤوس. وأنتقل إلى الشكل رقم 1 وهو شكل يشبه المربع. فكم ضلع له؟ له 4 أضلاع و4 رؤوس. إذا كلاهما، وجه التشابه أن كلاهما من الأشكال المستوية، ووجه الاختلاف أن للمربع لديه 4 أضلاع و4 رؤوس، بينما الشكل السداسي لديه 6 أضلاع و6 رؤوس. ننتقل أبنائي الطلاب إلى جزء أتدرب. أحوط الأشكال التي تتفق مع الوصف. ما الصفات التي لدينا؟ 4 أضلاع و4 رؤوس. أنظر إلى الأشكال، الشكل الأول شكل دائرة ليس له أضلاع وليس له رؤوس. الشكل الثاني وهو شكل مثلث، له 3 أضلاع و3 رؤوس. الشكل الأخير فهو يشبه النافذة، فله 4 أضلاع و4 رؤوس، وهو الشكل المناسب للوصف الموجود نقوم بإحاطته. السؤال رقم 7، لدي وصف لشكل مستوي وهو له 3 أضلاع و3 رؤوس. ننظر إلى الأشكال، الشكل الأول وهو مثلث، نعم، كم ضلع له؟ له 3. وكم رأسا له؟ له 3 رؤوس.
إذن هذا الشكل هو المناسب للوصف الموجود لدينا. الشكل الثاني شكل مربع له 4 أضلاع و4 رؤوس، لا يناسب الوصف. والشكل الذي يليه فهو شكل هرم وهو من المجسمات. السؤال الثامن، 0 ضلع و0 رأس، ما الشكل الذي ليس له ضلع وليس له رأس كما تعلمنا سابقا؟ هو شكل، ما هو الشكل؟ نعم أحسنتم، شكل الدائرة. ما الأشكال الموجودة التي تشبه الدائرة؟ نعم أحسنتم، شكل الشريط أو الأسطوانة وشكل زر الثوب. أقوم بإحاطة الأشكال المناسبة للوصف الموجود. السؤال التاسع، أكتب اسم الشكل ثم أذكر صفتين له، ما هذا الشكل يا أبطال؟ أحسنتم، إنها دائرة. ما الصفات التي تميزها؟ الدائرة كما درسنا ليس لها أي ضلع وليس لها أي رأس. السؤال العاشر، وهو شكل شبه المنحرف، ما صفات هذا الشكل؟ لديه 4 رؤوس ولديه 4 أضلاع. ننتقل إلى الجزء الأخير في هذا الدرس وهو حل المسألة أو المسألة اللفظية، هل كل مستطيل مربع أم لا؟ أوضح إجابتي. المستطيل والمربع بينهما أوجه تشابه وأوجه اختلاف، نجد أن كلاهما لديه 4 رؤوس وكلاهما لديه 4 أضلاع، لكن الفرق بينهما أن المربع جميع أضلاعه متساوية، لكن المستطيل كل ضلعين متقابلين متطابقين متوازيين. إذن ما الإجابة يا أبطال؟ ليس كل مستطيل مربع، لأن المربع أضلاعه متساوية، بينما المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين، ولكن قد يكون كل مربع مستطيل، حيث أن في المربع نجد كل ضلعين متقابلين متساويين، وهذا الوصف هو الذي يميز المستطيل. إذن ليس كل مستطيل مربع، ولكن كل مربع مستطيل. أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله إلى لقاء آخر في درس قادم إن شاء الله.